هل تخيلت يوماً أن تحرم من ابتسامتك؟ هذا ما حدث مع الشابة النيوزيلندية تايلا كليمنت التي حولت أزمتها لمصدر اختلاف تفتخر به. لكن ماذا حدث؟ ولدت تايلا البالغة من العمر 26 عاماً باضطراب نادر حرمها من ابتسامتها يسمى متلازمة موبيوس، وهو مرض نادر يصيب طفلاً واحداً من بين كل 50,000 إلى 500,000 مولود، يسبب إصابة بشلل في الوجه وإعاقة في حركة العين وكذلك صعوبة في الكلام والبلع. ما حدث مع تايلا جعلها تفقد القدرة على الابتسام، ما وضعها أمام الكثير من التحديات من أبرزها التنمر بسبب عدم قدرتها على إظهار مشاعرها. وعلى الرغم من الأوقات الصعبة التي مرت بها، فإنها تعتبر أن ولادتها بهذه المتلازمة وبقائها على قيد الحياة بمثابة أعظم هدية بالنسبة لها.